السلام عليكم ورحمه الله. تعالوا بقى نشوف احسن كتاب في العربي من وجهه نظري. من وجهه نظري الترمذة هو سندباد كي جي 2 في العربي. ليه بقى؟ هقول لكم. اول حاجه اتقل خامه، الورق ابيض ناصع جدا، الكتاب تقيل كده ومركز وعجبني. هي اذواق يا جماعه والله. وادي كتاب السندباد، وكمان هو مناسق او موازي لكتاب المدرسه، جايب لي شغل كتاب المدرسه ولكن مع الايه التمارين والتاسيس الكتير. صورته واضحه كده، يعني مع العلم ان انا مجموعه السندباد مش برجحها قوي، ولكن كتاب الكيجيتو بتاعه بصراحه من احلى الكتب اللي انا بحبها. اهو التمارين بتاعته على الحروف مختلفه، صف الصوره، اكمل الكلمه، رتب، كون كلمه. بحبه كده، انا بحب الحاجه السهله الممتنعه دي، بحب خامه الورق النظيفه، بحب الحاجه اللي تكون ايه معرفش، يعني انا حباه بصراحه. اهو كتاب سندباد كي جي 2 منهج الكي جي. اهو تمارين مد بالالف، والكتاب كبير كمان، يعني انا اساسا ماشي دلوقتي في الصفحه 175 كده، 197 مليان، كتاب مليان. والكتاب عامل 110 جنيه، سندباد كي جي 2 في العربي.